أهلا وسهلا فيكم متابعين مدونة البرمجة الأردني في حلقة مصورة جديدة من دورة نظام الكالينكس. رح نتعلم فيها تنصيب متصفح الفايرفوكس والجوجل كروم. نتعلم كيف ننصب جدار ناري للكالينكس واللي هو الفايروول. العملية بسيطة والكودات كلها موجودة عندكم بالتدوين، ما عليكم غير تمشوا معي وتعملوا كوبي بيست وتكونوا ماشيين معي بالفيديو. تمام، أول إشي بنفتح الكالينكس، بعدين بنفتح المتصفح. انا هي فاتحه هون، نفوت على جوجل، جوجل نكتب جوجل كروم، نفوت على اول اشي جوجل كروم زي ما انتم شايفين، بنغير اللغة للانجليزية. طبعا انا بنصح الكل ينزل اغلب برامج باللغة الانجليزية، وتحطوا داونلود بنزل عندكم في الهوم فولدر هون، بنزل عندكم هون، تنقلوه على الديسكتوب زي ما انا ناقله هيو قدامكم. الان الخطوة الثانية اني بفتح التيرمينال وبكتب cd بعدين ديسكتوب الدي كابيتال بعدين ls لاستعراض ملفات الديسكتوب، بعدين الان بقوم بكتابة الكود التالي وهو kg بعدين سبيس، بعدين بقوم بنسخ اسم السيت اب اللي انا نزلته، بعدين بعمل له، بعدين بحط عفوا اي، بحط اي قبل ما انسخ شحطة اي، بعدين بعمل بيست. والان رح يبدا في عمل انستولينج للجوجل كروم، رح ياخذ شوية وقت، احنا بنستنى. العملية بسيطة وما بدها أي شيء، بس هسا بنزل، بعدين بعد ما ينزل عندنا خطوة واحدة، بنروح بنضيف كود بسيط في الملف وبتكون الأمور انتهت، وهيك بنكون خلصنا من تنزيل الجوجل كروم عشان نبلش في تنزيل الفايرفوكس ثم تنزيل الفايروول الخاص في نظام الكالي لينكس. ننتظر عليه شوية لحد ما يخلص انستولينج. طبعا زي ما انتم عارفين عملية الانستولينج على لينكس تختلف كثير عن الويندوز. الويندوز تكبس دبل كليك ونكست نكست نكست والى اخره، بالنسبة للينكس الامور بتفرق، يعني اغلب تعاملك في كل شيء رح بيكون عن طريق التيرمينال. الان انتهى من الداونلود، بروح على ماي كمبيوتر، بفوت على فايل سيستم، على اوبتي، على جوجل، جوجل كروم، باجي للايقونة التالية، رايت كليك، بحط شو اذر ابليكيشن، وافتحه على الليف باد، بنزل لتحت لاخر اشي هون، بحط شحطة شحطة يوزر، شحطة داتا، شحطة دي اي ار وهي الدايركشن، بعدين بسيفه، بعمل بتطلع بحط يس انه يسيف، برجع ل صفحة الديسكتوب، بفوت على انترنت، على جوجل كروم، بستناه ليفتح. طبعا هو اول، انه اول مرة بينزل على اللينكس عندي رح ياخذ شوية وقت ليفتح، ياخذ شوية وقت، بعدين بتصير الامور معك طبيعية وبصير يفتح معك بشكل اسرع، بس لانه هذا اول تنزيل له، يعني اول مرة بيفتح الجهاز، واحنا كمان قمنا بإضافة كود على الملف المصدر تبعه. الآن فتح معنا الجوجل كروم وهو أمامكم. هسه حيطلب منكم إذا بتحبوا تعملوه إنه المتصفح الأساسي، هذا الإشي برجع لكم. الآن احنا بهمنا بدنا نجرب نفتح عليه موقع، هي هون أعطانا إذا بدي أخليه متصفح أساسي أو لا. الآن أنا بدي أفتح جوجل، هاي جوجل دوت جو، عشان اتاكد انه كل اشي تمام.
الآن فتح معنا جوجل، إذا الأمور تمام 100% فيها. الآن ننتقل لتنزيل الفايرفوكس، وفايرفوكس أنا أعطيتكم الكود الخاص فيه، الكود الخاص فيه. برجع على التيرمينال، الآن بفتح الملف التالي، باخذ أول كود. أول كود هو خاص بمحي متصفح الايس وايسل الخاص في الكي لينكس، بقوم بحذفه بوضع اول كود. قبل لا يخلص حذف برجع لصفحة الدوكيومنتس انا فاتحها، وبنسخ الكود الثاني عشان اول ما يخلص ان انستول للايس وايسل بقوم بحط الكود الثاني. هون بحط يس، بحط حرف الواي بعدين انتر عشان أكد له العملية. الآن بقوم بالحذف، أول ما يخلص حذف إحنا مجهزين عاملين كوبي لسطر الأوامر الثاني. الآن ننتظره ليخلص. وما بياخذ وقت كثير، يعني هسه على السريع بتلاقوا عمل حذف. الآن انتهى، مجرد ما انتهى بنحط الكود اللي نسخناه دغري وبنحط انتر. بعدين بناخذ الكود الثالث وهو التالي، نعمل له كوبي، هاي كوبي، بنرجع على التيرمينال وبنعمل له بيست. بعدين بيطلب منا الكود يلي بعديه وهو عمل الابديت. طبعا انا عامل له اليوم ابديت، ما راح ياخذ وقت. فاذا انت لما تحط هذا الكود كان مدته او اخذ منك وقت اكثر من الفيديو، اشي طبيعي جدا انه بكون انت ممكن زمان لك مش عامل ابديت تحديث لنظامك الكالي لينكس. انا ما راح ياخذ وقت كثير لانه اليوم محدثه، وعشان كمان ما ياخذ وقت منا من الفيديو. هسه بتلاقيه على السريع خلص. احنا قبل لا يخلص هي نقوم بنسخ اخر كود في تثبيت الفايرفوكس، نيجي هون وبنعمل له بيست. بننتظر عليه، هسه بخلص عملية آخر عملية في عملية انستول الفايرفوكس على نظام الكال لينكس. بعد ما يخلص تنزيل رح نتعلم كيف تحط له أيقونة هون زي ما أنا حاطط له أيقونة، وتشبك الفايرفوكس دايركت محل آيس وايسل. الآن انتهى، باجي هون على بروبريتيز، بكبس رايت كليك على أيقونة وبنزل، بعمل على الأيقونة هيك وبختار الأيقونة اللي أنا نزلتها. أنا منزلها على الديسكتوب هيها، بختارها وبكتب هون بس كلمة فايرفوكس وبحط كلوز، بيكون دايركت معي شابك 100%. الآن كبست عليها عشان أوريكم الخطوة، كبست عليها هسه لازم يفتح الفايرفوكس. الآن لازم أسكر هاي عشان يفتح معنا الفايرفوكس. الآن نسكر، هسه مجرد ما أكبس عليها رح يفتح معنا الفايرفوكس ونكون شغال 100%. وهيك بنكون نزلنا وربطناه بأيقونة يلي في الشريط الأعلى في نظام الكالي لينكس، وهي فتح معنا الفايرفوكس. الآن بدنا نتعلم آخر إشي وهو تنصيب الجدار الناري الخاص بالكالي لينكس. نكتب الكود التالي apt شحطة get space install، نحط بعدين gufw ونكبس انتر. الان رح يقوم بتنزيل، نحط يس بعدين تنزيل الفاير وول الخاص في الكالي لينكس بكل بساطه. نصبر عليه يعمل انستولينج وداونلودينج يعني كمان.
بننتظر عليه شوية. الآن بيعمل سيتنج اب للجي يو اف دبليو. الآن انتهى. بكل بساطة هسه بنكتب جي يو اف دبليو بس، بنكبس انتر، رح يفتح معنا الفاير وول الخاص في الكالي لينكس. الآن بحط عليه انلوك من هون، الكبسة بتكون اوف، انا بعمله اون، بشغله بيعطيني الشكل، بتغير هون بصير زي علم ايطاليا تقريبا زي ما انتم شايفين. الآن في هون أمور لازم أشرحها وأمر عليها بشكل سريع. في ناس يلي بيحبوا يعملوا بورتس ويفتحوا بورتس في الكالي لينكس، بكل بساطة عن طريق الفاير وول بتحط هون، بتحط ادفانس، بتحط الاي بي ادرس تبعك هون والبورت بدك تفتحه، وهون البورتس والاي بي، وفي عندك هون التي سي بي واليو دي بي او اذا بدك اياهم الاثنين، وهون اذا بدك ان او اوت. بتحدد كل شيء ببساطة من هون، تفتح بورتس على الاي بي اللي انت بدك اياه. طبعا بتمنى منكم انكم تعملوا شير اول اشي للحلقة المصورة هاي او للدرس، بتمنى منكم تعملوا عليها لايك على اليوتيوب، تشتركوا في حساباتنا على المواقع الاجتماعية اللي هي جوجل بلس وتويتر وفيسبوك، ويعطيكم العافية.